هواية كان الهدف ديالي هو أنني نصور في القصير ديالي من بعد اكتشف الميول ديالي الفنية اللي عندها علاقة مع الانتماء ديال العائلة ديالي لهذا الاتجاه الفني. دار التصاور كانت الفكرة ديالها هي أنني نروح الكوان ديالي. في الأول كانت شركة اللي هي تسلا كومباني، الأغلبية كيعرفني بهذه التسمية. خدمت يعني الشركة، ولكن ما كانش داك القرب للمواطن، ولا ما كانش القرب للمواطن اللي غيخليني أنني نبين الفن ديالي اللي هو التصوير الفوتوغرافي أو الإخراج الفني. دونك كان الفكرة أنني نقلب على شي بلاصة اللي غنديرها في مدينة قديمة، بحكم أن الحب ديالي كيتوجه لهذ المدينة هذه، خصوصا مدينة طنجة القديمة. من بعد اكتشف بلي راه هذا المكان هذا ما يمكنش يكون غير مكان للمونتاج والتصوير، وانما يقدر يكون للناس انهم يتعرفوا عليه اكثر وعلى الاعمال ديالي الفنيه. علاش ما تكونش المدينه القديمه بالضبط؟ وحنايا كنعرفوا بلي طنجه ولات كتكبر نهار كل نهار. المدينه القديمه بعدا كنجبروا بان نسبه ديال التلوث فيها ناقصه، النوع ديال السكان ديالها مازال عندهم ذاك المحبه، ذاك التقارب، ذاك الجو العائلي، الجو اللي تقدر تجبره مع واحد اللي غريب عليك، ولكن تقدر مع الوقت تولي صافي فرد من العائله. نقدر نقول لك بلي شحال هادي ما سمعت صوت ديال الكلاكسون هنايا في المدينه القديمه، مي نقدر نسمع الصوت ديال الباخره وهي جايه. دونك هذا الجو هذا بحد ذاته كيحفز الارتيست اللي فيا انني نبدع كل نهار. كيف ما كتعرف التصوير الفوتوغرافي عنده علاقه بالموسيقى بحد ذاتها، هذاك الشيء حاولت انني نجمع ما بين الماتريال ديال الموسيقى، ما بين الماتريال ديال التصوير الفوتوغرافي، ما بين الماتريال ديال السينماتوغرافي او الاخراج الفني. بالنسبه للموسيقى كاين عندها علاقه مع الاستوديو بزاف، يعني بحكم انني كنت مغني ديال الراب وغنيت بزاف ديال المناسبات وكنت عندي دي زالبوم، دونك خليت واحد الكوتي ديالي اللي انا باقي كنفتخر به انني كنت في واحد المرحله كنعبر على حوايج اللي ما عجبنيش كنغيرهم بالموسيقى. التصوير الفوتوغرافي هو اللي عطيته اهميه كبيره كيف ما كتعرفوا الكونسيبت ديال دار التصاور. دونك المعدات راه عندها علاقه بجوج ديال الانواع ديال التصوير الفوتوغرافي، التصوير الرقمي او لانيميريك او الانالوجيك. الانالوجيك هو التصوير القديم اللي غنشوفوا دابا في الفيترين القديمه اللي عنده علاقه مع لي زاباري قدامين، حيت واخا وصلنا للمرحله ديال العولمه ولا 2018 اللي احنا في الاواخر ديالها، ولكن باقي بزاف ديال الناس اللي عزيز عليهم يخدموا بدي زاباري قدامين اللي باش يستحضروا ذاك الروح ديال الابيض والاسود اللي هما جوج الوان اللي صعابين في التصوير انك تخدم بيناتهم والكونتراست ديالهم. وفي السينماتوغرافي بحكم انني كنشتغل كمدير تصوير وكمخرج سينمائي، فعندي بعض الماتريال اللي كنقدر نشجع به الناس انهم يخدموا شويه على سينماتوغرافي، حيت هذا المحل ما غيكونش غير مكان ديال البيع ديال المعدات، وانما غيكون ورشه ديال التصوير وورشه ديال الاخراج. يعني اي واحد بغى يتعلم لا التصوير الفوتوغرافي لا الاخراج لا الاعمال اليدويه الفنيه مرحبا به، وغادي نتعلم ويتعلم ان شاء الله هنا. مرحبا به.